انت تطلعهم في منصاتكم، ليه تستفزهم انت كابراها بيستفزهم، بيبي انت تستفزهم، احمد كسل بيستفزهم. انا هسي حاليا كمني ما عندي مشكله مع قبيله الفور، لكن انا قاعد نتكلم بصوت بتاعت عبد الواحد محمد نور، لذلك هم بكرهوا الكلام ده، ما بيحبوا زول يجي شنو يبلل لهم استاذ حقته. وده خد مجروي وده خد منطق، حتى لو هم من ذاته الناس، حتى لو هم من ذاته مهايتين، فانت قاعد تطلع في كيف ما تطلع امام هم، لان هم الناس نضاف، مهما حصل الناس نضاف، ومهما حصل كلامهم منطق، ومهما حصل كلامهم واقع، ومهما حصل طريقهم منطق وطريقهم معروف. انا حسي حاليا عندك حنان، لو هي ما تتكلم عن القبائل كلامها بتمثلني شديد، لو احمد كسل ده ذاته شخصيا لو ما بيتكلم عن قبيله كلامه بيمثلني، كلامه عديل بيمثلني، لكن احمد كسل ما بيجي بيتكلم عن قبيله، احمد كسل بيجي بيتكلم بهاجم اشخاص ديركتمو، حنان بتجي تهاجم اشخاص ديركتمو، وحنان ذاته قاعد بهاجم اشخاص بسبب انه قاعد بتواجه البلد، قاعد بيقول له عشان كده هو هي قاعدة تطلع شنو بتتكلم كلام شخصي، لأنها على ما يتخذ راسها هي حنان، راسها دماغ حنان جات كده ما بتتحمل أقل كلام، بتطلع بتسدين، بتطلع بتتشاكل. لكن أنا بنقول لك، نقول له أي واحد وسخان، لو وساقة لي وساقة أرفوا لي حنان، أرفوا لي ناس آدم، أرفوا لي الجمادل، أغلطوا الله يفرد، أغلطوا دين أمه، أغلطوا جوبوا لنا يو بي إف دخلوهم، خلينا نتكلم مع بعض، خلينا نتناقش مع بعض، خلينا نشوفوا قضايا بتاع دولة، خلي بتاع قالوا الاستفزاز الكثير والقل الأدب، الاستفزاز حتى أنا ذاته قاعد أواجهه، أوسخ الناس بيركبوا في لايفات أنا شخصيا مني ده ما بركب. ليه؟ السبب شنو يعني؟ أنا بفهم نفسي، أنا حد ما مخيم، أنا لو ما أنا شوف أنا داير أقول لك كلام، أنا شخصيا مني كويس، أنا ما بفتش زول، عمري ما فتشت زول كويس؟ تمام؟ عمري شخصيا زول، ولا بفتش ولا ببحث عن زول، فهمت علي؟ بتجي تلقاني تجي تلقاني فل بس، ما بتجي تلقاني بتاع نهائي، تجي تلقاني مية مية بس، فهمت علي؟ في الدنيا ده أنا كده يا مان، كده بحياتي، لا بيفتري على زول، في ناس أنا إحنا بنعرفوهم من زمان افتروا علينا وقلوا لنا أدبهم كويس؟ افتروا علينا وقلوا لنا أدبهم تمام؟ لكن أنا شخصيا ليه قبل اليوم طلعت في فيديو قلت لكم يا إخواننا اي زول بطلع بيتكلم في لايف مع احمد كسله هو ادو لدود بالنسبه لي انا، شنو السبب؟ لانه الناس زي هم موافقين ضدي انا، هم الناس زي ما موافقين معي انا، عندي ناس في ماسكرات جعانين ما قاعدين باكل زاد اكل زاد وما قاعدين باكل ماسكرات، فكيف انه انا نجي نتفق مع زول هو انا اهلي قاعدين في ماسكرات حياتهم كعبه، ناس لا في اكل لا في ادويه لا في حاجه كويسه ولا في اي حاجه، لما تلقى زول كبير زي احمد كسل ده بيقول لك انا دارفوري ودارفور ده مهتم، يوم تسيب لي حنان، يوم تسيب لي اخلاص، يوم تجي ترفع صوره بتاعت نارمين، يوم تفتح صوره بتاعت بيبي، يوم تتكلم عن ابو رهف، يوم تتكلم عن حامد، يوم تتكلم يعني احنا دايرين، انت لو راجل كان صحيح لو تمثلنا الليله بيبي ده اصغر منك عمرا سنا كده، بيبي ده اصغر منك، ليه زول الصغير منك بيتكلم في مبادرات وبيتكلم في مساعدات وبيتكلم في الحاجات ده؟ السبب شنو؟ انه بيبي ده افهم منك، انت ما قاعد تقول انه انا شخصيا وصفتني بالصغر، قلت لي انت زول شافع عرفت الكلام ده من وين واتعلمت سياسه من وين وبتعرف الكلام ده ذاته من وين، قلت لي انت ذاتك شخصيا في لايف يا احمد كسل، قلت لي انه انا شافع، طيب انا شافع بيبي ده كيف قدر انه بلاق وقدر شافع؟ ممكن توريني تقول لي يا اخ والله يا مني بيبي افهم مني؟ ما الاعتراف ذاته حاجه جميله من تعترف، في حاجه اسمه تنازل يا احمد كسل، لو ما بتتنازل طول عمرك ما بتبقى راجل، في حاجة اسمه تنازل يا ولد امي، الليلة لما زول بيجي بيتكلم بمنطق وبيتكلم بواقع اكيد تبقى مفوز عليك، انت كأحمد كسل بتين بلك برسم قانوني تتبل، شنو المشكلة؟ تتبل تمشي لي الله يا زول، تتبل تمشي لي الله، المشكلة وين؟ انت الرجل اللي قاعد تعجج الصراع قبلي، انت الرجل اللي قاعد تسوق الناس في طريقك، احمد كسل انا داير اقول لك كلام، انت لو طلعت من بيت امك لو لقيت ثلاثة شباب ماشيين في الشارع، لو انت ماشي من ستة المغني تدوك شيشة وتشرب قهوة، فالثلاثة ديلك لا بقعدوا في من ستة المغني ولا بدقوا شيشة، لذلك اختار طريقك برا وامشي بذات نفسك، خلي الناس في حالهم، انت ما ممكن تجي تجبر الناس تخليهم انه لازم يسبوا للناس زي. انا ما لا
ليه يسبوا لهم؟ ليه يكتبوا بهم زلمة؟ شنو المشكلة يعني؟ ما في أي مشكلة. لكن أنت كأحمد كسلة كن رجل، كن رجل مرة واحد في حياتك. الحاجة ده بنفعك أنت، أنت شخصيا الحاجة ده بنفعك. أنت حسي حاليا لأحمد كسلة لو تطلع تخير طريقك اللي أنت ماشي فوقه وتكون راجل حقيقي، تبقى زول حقيقي، أطلع يعتذر للمشتركة، أطلع يعتذر للقوات المسلحة، أطلع يعتذر لأبناء الشمال كلهم، يعتذر للعرب القاعدين في السودان كلهم، قول لهم أنا آسف إني أنا والله شتمتكم واتكلمت فيكم كلام شين، وإنتوا شعب سوداني وأنا ما من المفترض نتكلم فيكم الكلام ده، أنا من المفترض أتكلم عن عمر بشير، من المفترض أتكلم عن عبد الفتاح البرهان، من المفترض أتكلم عن السياسة، مش أجي أتكلم عن ده الكلام اللي أنت تعمله. لكن أنت عامل فيها راكب راس، قال لك أبو راه فيجي يخاني أنا بجاي، أنا نجري نمشي الشمال. يعني أنا حسي حاليا ده، أنا حسي شخصيا مني ده، أبناء زغاوة لو جاني هنا قالوا لي يا مني أنت ما زغاوة، لهم أنا إيش مش إنه نقول لهم أنا إيش مش إنه نقول لهم أنا جعلي، نقول لهم أنا جعلي ونقول لهم يا جعلي، ما في كلام زي ده يا بليد، كلام زي ده ما في، كلام زي ده ما في. شوف انت ما تجي تتكلم باسم الدارفور، انت بالذات احمد كسلة ما تتكلم باسم الدارفور، وانا اتكلمت 99 الف مره انه الولد اللي اسمه خد النعود ده، الولد اللي اسمه خد النعود، يا اخواننا ركزوا كويس، خد النعود جنجويت، خد النعود جنجويت، ركزوا كويس، خد النعود جنجويت، استخبارات بتاع جنجويت، ركزوا كويس، ما تقول لي تابع لجيش من يهودا زول، ده زول خد النعود ده اكتر زول قاعد بطلع مع احمد كسلة، اكتر زول بيتكلم بنفس اللسان احمد كسلة، واكتر زول قاعد بيجي بيتكلم بقول يا اخواننا ما تتخذونا لما نجي نقول كلام صغير، ما تسوونا جنجويت وما تسوونا كده، وان احنا لازم نجتمع، وان احنا لازم زفت التين، لا 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 لا، في حاجه اسمه استخبارات، الاستخبارات بتاعت الميديا اللي بيكونوا قاعدين جوانا، احنا ذات جوانا، احنا جوانا جوا قاعدين معانا جوا في الميديا دي، الاستخبارات بتاع جنجويد، انا شخصيا مني ما برحم تمشي تطلع مع احمد كسلة، ما برحم على الاطلاق، ما برحمك، وهم من ذات كلهم شماسه، البطل مع احمد كسلة كلهم شماسه، هسه انت خد النهود ده شماسي راكب لك في كاميو بتاعت سياره غير تتكلم شماسي، اسالوه شماسي، اسالوه، انت مفتكر السياره ده بيجيب لك مشاهدين ولا بيجيب لك متابعين؟ ها؟ انت براك اخترت طريقة اليوم ده في لايف، براك اخترت طريقة، الناس جابوك ثلاثة مرات في لايف، ثلاثة مرة احمد كسلة جابوه في لايف عشان يسامح مع الناس، الثلاثة مرات ده كله عنده بس كبشرة واحد، كبشرة بتاعت صوت لده اسمه بيقولوا له منو لجلدة، ليه جلدة ولا ليه فلقة ما عارف، عنده كبشرة ليه فلقة 24 ساعة بيشخله في لايف، هاي اسمه ديل مشتركة مرتزقة في ولاية الشمال دارفور الفاجر، ديل مشتركة مرتزقة في ولاية الشمال دارفور الفاجر، عنده فيديو واحد أحمد كسلة دائما بيشغله كده، تمام؟ طيب أنت تشغل الفيديو ده أنا إحنا نعمل لك شنو؟ الإفقاقات اللي بخلي النشطاء حسي عليهم قاعدين بإيتو، بخلي النشطاء بغيروا كلامهم وبيتكلموا في الجيش أحمد كسلة، أنت ما ممكن تمشي في طريق بتاع أحمد كسلة، عامل حسابك عذري ليه تمشي في طريق بتاع احمد كسلة؟ انت زول ناشط، انا دار اقول لك كلام، انت لو ناشط لو تتبع المشتركة انت ما عندك اي حق تطلع تتكلم عن الجيش، الا لو مني اركو من ناوي ده سميت منه كلام اعتقد الجيش، فممكن انت تطلع تتكلم تزيد في كلامه، لكن انت شخصيا طالما انك تدعم في القوات المسلحة وتدعم في المشتركة، في القوات المسلحة نحن عندنا الرئيس، وفي المشتركة نحن عندنا الرئيس، ما احنا كمشتركه ما ملايش عشان اي زول فكم يطلع يهجم الجيش، احنا ما ملايش، الارض هناك الواقع فوق مني وفوق جبريل وفوق مصطفى تنبور وفوق الفكه وفوق عبد الله جنا وفوق ناس عبد الفتاح البرهان وفوق باقي الشله، اذا هنا لا يجوز عليك انك انت مين ما كنت تكون، لا يجوز عليك انت تابع لمشتركه بس، كتدعم في المشتركه بس فقط، لا يجوز، لانه انت الكلام اللي تقوله هنا باثر في اخواننا في المشترك، هسه الليل عباس اكسجين ده، ها؟ عباس اكسجين ده، يا جماعه انا كنت قاعد في لايف، ها؟
جاني ولد اسمه مازن. على ما اعتقد مازن ده هو قاعد في الفاشر قاعد في الميدان. لما قاعد يطلع معي لايفات الزول ده انا ذاته شخصيا نصحته قريب